خديجة ودكتور أحمد. لسه معاكم هو دكتور مود، ولازم لازم مهما حصل نخلينا في احسن حالاتنا. هي المساله فيها احسن حالاتنا، يعني زرار كده وريموت كنترول اقول لنفسي خليك في احسن حالاتك. اه والله زرار وريموت كنترول يبدا بنيتك وارادتك القويه جدا ان يومك يعدي على احسن ما يكون. بشكر كل اصدقائنا المتواصلين معانا. استاذ عبد الحي علي، صباح الفل والسعاده عليك، والله بشكرك جدا. استاذ وليد جوده، صباح الفل. لا خد بالك بقى، الزملكة مش مين بيقدم ايه، الزملكة هي المحتوى. لازم تبص على المحتوى مش تبص على مين بيقدم ايه. ما انا ممكن انا اكون مثلا بشجع فريق معين، بس وانا على الهوا لازم اغطي كل الانشطة بطريقة فيها موضوعية وعدالة التغطية. هو بيتكلم عن الفترات الرياضية، يعني إن شاء الله ربنا يكتب النجاح لإذاعة الشباب والرياضة، وإن شاء الله المحتوى ينال إعجابكم جدا جدا. بشكرك جدا أستاذ وليد. النفسية محتاجة اسكندرية، والله الحر ده عايز عصير وبحر وهواء وبس. لا ودكتور مود إيه وبس دي. أستاذ وليد بشكرك والله على الموضوعات اللي أنت بتطرحها لنا دايما. بيقول العلاقات الزوجية انتقام من المعاملة ومن سوء الاختيار، والله يعني هل يتحول الحب لكراهية في لحظة؟ لأنه يا أستاذ وليد لم يكن حبا، لم يكن حبا. مشكلة أن احنا مفاهيم الحب عندنا وفي قلوبنا اتبرمجت على برامج حقيقي مش صحيحة، هي تروح ناحية التعلق أكتر من ناحية الحب، وشتان شتان. إن شاء الله نتكلم والله مرة، يبدو الكلام عن الحب كلام بسيط لكن والله كلام مهم جدا، وهو في كل العلاقات. بشكر حضرتك بجد على الموضوعات اللي دايما عايز تربطنا بالواقع ومشاكل الواقع اللي كتير بتبقى مؤلمة يعني، لكن صح ما هو ده هدفنا برضو في الإذاعة وإذاعة شباب رياضة خصوصا يعني. بشكرك بقى على الصور والفطار الجميل ده. كمان حسنين عبد الرحيم، صباح الفل عليك. احنا والله اللي علمك بقى انا اللي ببقى مستنيه رسالتك واقول يا ترى النهارده هو اجازه ولا هيقدر يتواصل معانا. بيقول التفكير الكتير بيعمل ضغط جامد جدا على الانسان، وده بيأثر على نفسيته وعلى صحته وعلى فرحه شبابنا. اللي انا عن نفسي مش حاسس بيها ولا حاسس بنجاح ولا سعاده. التفكير الكتير بيأثر على حاجات كتير. نسأل الله ان يرزقنا راحه البال وما يشغلش بالنا بحاجات ملناش نصيب فيها. بشكرك والله جدا يا حسنين، انت واحد من الشباب اللي يعني لمست المشكلة. ما هو فرط التفكير ده يفقدك الإحساس بأي بهجة. وبشكرك بقى جدا انه يعني بتبقى حريص على الاستماع لينا وعلى الاستماع للمحطة وللبرنامج. والله بشكرك، يعني كلام كبير ويحملني مسؤولية كتيرة جدا جدا. بشكرك على كل كلمة حلوة قلتها. كمان بيبعت كل التحية وأحلى تحية لأهل بلده في قرية الحريزات الغربية، محافظة مركز المنشأة، قرية الحريزات الغربية. رب كون بنطقها صح يعني، بقالي كتير ما قلتش اسم بلدي، وكل حاجة في البلد وحشاني، حتى الحاجات اللي أنا كنت بتضايق منها برضو وحشاني. بصبح على كل زمايلي في الجيش، ربنا يحميكم، وبخص بالصباح أحمد عز الرجولة كلها، وأبو الدفع وتسلم أسيوط جابت أحلى صاحب أحمد عز والله العظيم. عارفين بقى فترات الصداقة الكتيرة اللي منها المدرسة والجامعة والجيش، دي فترات بنكون فيها علاقات قوية جدا على فكرة. بشكرك جدا يا حسنين، ربنا يحفظ شباب مصر ويحفظ جيش مصر ويحفظ مصر كلها يا رب. تعالوا ناخد مكالمات. دكتور أحمد على التليفون، صباح الخير يا دكتور. صباح الفل والورد والياسمين على سيدة الإعلام. أهلاً. كثيرة السعادة في كوكب الأرض. ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور، أهلاً بحضرتك. أهلاً بك يا دكتورة، وأولاً وحشاني جداً. وحضرتك جداً والله. لأنك في قلبي وصوتك في أذني لا يبادلها لحظة. يا دكتور ربنا ما يحرمنا من حضرتك أبداً. الله يخليك. وبالنسبة لحضرتك الموضوع اللي بتتكلم فيه يا دكتورة نادية اللي هو موضوع الوعي والتفكير. وهذا ما كان ينادي به بالأمس فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظه الله وسدد على طريق الحق خطاه. آمين. ووفق لكل ما يصبو إليه من رفعة ورقية هذه البلد. آمين آمين. أبي رأيك على هذا الموضوع. في حضرتك يا دكتورة أتى من حسين إن إحنا دلوقتي أصبح عندنا دحمة أفكار. ودي
دي من ايه يا دكتورة؟ اول حاجة ان احنا بقينا نتابع كل حاجة. الحاجة التانية بقينا عاوزين كل شيء في كل شيء. غلط حضرتك تعرف، ولذلك بالاضافه للاسئله اللي حضرتك طرحتها في اول الحلقه، انا ثلاث اسئله بطرحها طبقت على حضرتك. عشان نستفاد من علمك وننهز من خبره حضرتك. ربنا يبارك في حضرتك. يعني من المثقفات التي قلما نجدهم يعني في هذا المجتمع. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. طيب يعني دي حقيقه يا دكتور. السؤال الاول، كيف نعيد ترتيب افكارنا؟ الحاجه الثانيه، كيف نبث روح الامل والتفاؤل؟ وانا بسال السؤال ده اللي حاجه واحده، نتيجه لما شاهدناه في الاحداث المجتمعيه الاخيره. ايوه معاك. السؤال الثالث، كيف نحول الامل الى عمل؟ لان الامل لا يمكن ان يتحقق بدون عمل. والله بشكر حضرتك وانت رائده في هذا العلم، علم التنميه البشريه. ربنا يبارك في حضرتك. تحدثي في هذا الموضوع بانسيابيه تامه وبمساحه كبيره يا دكتوره، عشان خاطر يعني ايه الموضوع الان، الموضوع اللي بنتكلم في هذا الوقت. ايوه والله معاك حق يا دكتور، بشكر حضرتك جدا على تفتيح الثلاث اسئله دي. صباح الورد على حضرتك، بشكرك جدا يا دكتور. على التليفون الثاني استاذه خديجه. صباح الخير. صباح الفل. كل سنة وانتي بكل خير وسعادة. صباح على محمد صلاح ويمان نوار ودكتور ناديه النصار. حبيبتي صباح الورد عليكي. كلامك جميل قوي، وانا حضرت لك حاجة حلوة قوي. يلا نسمع. يعني على فكرة الواحد لما يفكر في نفسه كتير، مش عيب افكر في نفسي كتير عشان اصلح من اي خطأ انا عملته. وعلشان اراجع نفسي. وعلشان ادي فكره لاصحابي وصحباتي ما تعملوش زيي، وخليكوا في الجديد. ممتاز. انا اقول لهم ايه، حياتي في البدايه كانت رحله ومرحله، عشان انا كنت وقتها جهله وصغيره وما اعرفش ازاي الدفاتر تنقرا. يعني لما كنت بخطط كنت بعمل شغله المثلث، وهي كانت لازم تكون شغله المنقله. يعني كنت بخلي اليمين شمال والشمال يمين، ولا اقولش يمين يجي يحل معايا الجملة او المسألة. كنت دايما بوقع نفسي في اي مشكلة، وكان صوتي من دماغي، وهو ده اللي فشلني وجاب داغي. وفضلت اقاوم واراوغ الافكار لحد ما رسيت على الوعي والفهم، وازاي اكون صاحب القرار، وكيف اعرف اكمل المشوار. لقيت اني لازم اعمل شيء مهم، اسال الغريب والقريب والصاحب كمان والجار عنه، عشان المشوره والاخذ والعطاء هما اللي بيصححوا العقل والافكار. ما كنش قافل على نفسي البيت ومحبوس في العزله وحواليا مليون جدار. خرجت للدنيا والمجتمع وانا كل امل وعزيمه واصرار اني لازم اعمل مشروع اشغل فيه معايا الكبار والصغار، ويعلموني واعلمهم ازاي ننتج بالعمل والبنى والعمار، ونفرح مع بعض بالمصنع والعجل اللي دار. يا رب. اصل الكسل كان مرض تفاني منه رب الكون الحق العادل الجبار. يلا يا شباب معايا ننتج ونحصد من تقاوي الزرع اللي قرأنا عنه في الكتاب وقمنا بتجسيده. ما هو العمل والعلم هم اللي هيوصلونا ويعرفونا ازاي وامتى نفتح لنا الابواب ونعدي الصعاب. يا رب. استني بقى اكمل لك بقى انا جزء صغير. لما تفتحي المصنع وتزرعي وتصنعي، شغالي معاكي محمد صلاح وايمان نوار وناديه النشار.